يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول توفي والدها وقد اقترضت منه ألف يورو بالأوروبي. تقول امرأة تسأل تقول توفي والدها واقترضت منه ألف يورو عملة أوروبية، فكيف تقضي هذا الدين وإلى من ترد هذا المال؟ هذا الدين للورثة، هذا الدين ترده لورثة الميت، أنه من جملة مال الميت دين له عليه، فترده إلى الوكيل، وكيل الميت، والوكيل هو الذي يوزعه على ورثته. نعم.